لطيف على الشاشة. شكرا، لأنه صراحة أنا أبغى أشوف هذه المشاعر الصادقة على الشاشة، وأنه فعلا نحن نخاف على بعض ونحضر في الأشياء هذه بكل مصداقية. شكرا لك مهند، شكرا لك سلطان، شكرا، يسعدك الله، الله يوفقك، الله يحفظك مرة ثانية يا سلطان يا حبيبي. بروح الدائري، ها الله يسعدك، انتم سكت، ها يا قلبي حبيبي، الله يحفظك، والله يحفظك يا قلبي، الله يحفظك ان شاء الله، الله يستر عليك يا رب، الله يستر عليك يا حبيبي، وفقتك يا اخي، الله يوفقك يا حبيب قلبي، يا روح انت. مشاهدينا الكرام، هكذا ودعنا السلطان، ودعتكم الله، وزملائها الان ان شاء الله بيودعونا، نشوف ان شاء الله، ودعتكم الله في اعوام قادمه، سامحوني يا رجال، ان شاء الله خارج يا رب. مشاهدينا الكرام، انتظرونا يوم الاثنين معنا، الله يوفقك ويسر امرك، على وقتك على وقتك. الله يوفقك، الله يوفقك ويفتح عليك يا رب، ادري ادري انا على عيني، قلت والله انا ما اعرف امسك بخاطري، انا غبي، انا والله ما امسك، تمون علي انت، تمون استحلم، تمون الحمد لله، مو الف مره بقول لك تمون علي، خلاص انت ابتسم، انا قلتها عشان ما اعرف امسكها بس، ابتسم يلا خلاص، مهند بلافي، مهند يعني ما ضاقت السكسوكة غير علي أنا هالحين، طال الشر السكسوكة دي يا حبيبي، أشهد الله أني أحبك يا أبو لأفي، الله يعين على العشرين دي اليوم دي، والله العظيم ما أدري كيف، كلها إن شاء الله فترة أجيكم، الله يوفقك، شاهي قربك، وعدنا إن شاء الله بشرقية، أبي اللي حظي دائما نقوم معه، الله يوفقك، الله يوفقك يا أبو أحمد، الله يوفقك، اكتب له كل خير يا حبيبي، أنت يا روحي. لا اله الا الله، ما لله يا عين اخوك، الله يعزك يا حبيبي، يا الله يا سلطان، يا نفسك يا رجال تكفون، اشهد الله ما يبقى يا حبيبي، ان شاء الله يا حبيبي، ولماذا ما نخاف عليه يا حبيبي، وين العيال خلنا نسلم عليهم قبل ما نسلم، الله يعطيك على كثر ما اثرت يا حبيبي للناس حولك، يلا يا حبيبي يا خالد، يا روحي الله يوفقك، الله يوفقك، كل اسبوع اسبوعين ونشوفه، طه طه الله نسلم عليك، الله نسلم عليك، يا حبيب انت ادفع نفسك اجيك، يا حبيب انت يا قلب انت طه، يا حبيبي الله يسعدك يا طه يا حبيبي، والله الكل يحبك يا اي والله، الله يحفظك يا قلب انت، الله يا قلبي سوسو حبيبي، والله اني فقدك يا حبيبي، انا متاكد انك انت موفق ما ينفعش عليك يا رب، يا رب انا عارف علينا انه راح نحكي اكيد، اقسم بالله العلي العظيم اني انا منتظر الجاي الجاي، وانا عارف يا رجال اني ما اطلع من هذا الا قلبي عندكم الموجود، الله يوفقكم، الله يوفقكم استر على ما وجه شيء يا عيال، اي بالله احد في خاطره ابو هذا خاطر انه راح يبعد عنا الان، انا قصدي على وجه الشارع لا في حبيبي، الله يوفقك
الله يوفقك الله يوفقك الله يوفقك الله يوفقك. بس ركز لي على الفلات وايد خلنا نضبط. أبشر والله العظيم أبشر بس سعد بإذن الله. أبشر بس سعد أبشر بس سعد يا قلبي أنت مزين على الشباب كلهم يا حبيبي ما توزعت فهذه يا حبيبي شكرا. أول شيء الله يجزاك خير يا أبو مزي يا لما الله عشت معاكم أيام جميلة إني تعودت عليكم. بس أنا مؤمن إيمان تام هالوجيه ذي الطيبة راح أجتمع فيها بعد هالبرنامج وراح نتزاور وعيد وكرر والله 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 إنكم محبة أهلي سبت الحين إني أشوف أخواني قدامي يعني أنا الحين لو ودي أعتنز أعتنز على 26 رجال أي والله أبشر بنا فالله يوفقكم سلمنا على الوالدة أبشر أبشر يا أبو أبشر أبشر يا حبيبي ودعناكم الله يا رجال مسامحيني اي والله ما جمع. انت اللي مسامحنا انت اللي مسامحنا انت اللي مسامحنا لا والله لا والله اني اقولها من طلب من قلب اللي يقدر يشيل في خطر على صفه يا حبيبي يا وين القلب اللي يقدر يشيل خطر على صفه والعيال اللي ما هم موجودين معنا عذري انا عارف انا عارف انا عارف والله اني عارف استودعتكم الله يا رجال الله يوفقك الله يستر عليك سلطان الله يستر عليك الله يستر عليك سلطان ان شاء الله عيونك سلطان الكرم والله من المهم سلطان الجود سلطان الطيب سلطان الطيب والله العظيم ما توفيك العبارة اشهد الله لكن اقول بالنسبه لي يعني عبد الرحمن الله يجزاك بكل جميل تجملت علي بالجنه يا رب ما تجملت والله قدرني على رد الجميل هذا اللي اقدر اقوله انت اخوي ما تجملت على اخوي هذا واجب علي والله واجب علي يا بلاي يعني والله يا ابو لافي هذا واجب علي التعابير والكلمات تتصارع رب الكعبه لكن اقول الله يجزاك بالجنه انت من خلف يا قلبي انت ريميس خله عشان باخذ بعد برنامج ها بيجيك ان شاء الله بالخبر بيجيك بالعلم سير عينه بالطايف ان شاء الله سوداتكم الله الله يسمح دربك عندك شيء خالص حسن ابو حسن زعزوع القلب حسن ترى ما يقدر يتكلم كثير عشان عنده عمليه في اللثه والله لا يتكلم وفي نفس الوقت العيال اللي ما هم طيب عشان ما يفرقوا وصلت مشاعرك يا ابو حسن اي شيء تبون يا رجال تاكدوا السلطان قريب منكم واستودعتكم الله لا تضل ودائع الله يستر الله امان الله الله يستر عليك الله يستر عليك بسم الله كلنا راح نخرج يا حبيبي يلا موت يا ابو حكا يا حبيبي موت يلا بسم الله على الوالد الوالدة كثير السلام والله يشهد لك أبوك آمين يا رب بجيب لك الريحة منك ورجعي يا حبيب يا حبيب يا حبيب يلا استودعتكم الله يا رجال يا حبيبي يا تركت الله يا حبيب يلا فمان الله شوفكم على ألف ألف خير يا رب يلا إيش في ها لا ما سويتها لا ما عاد لا 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 والله لا تسويها حبها وري يا حبيبي وش عندها مهند ارحب يا مهند هو سعود مسكني ووراني تغريده لامك توه الان تمام قالت انه لا والله يا وليدي يا مهند ترى ما كان بالي معي فأنا أعتذر لأني قلت اللي في الرادار قبل شوي والله يعني؟ قالت كذا قالت في تغريدة أوكي إنه لا والله يا مهند بالي ما هو معي بس فالله يجزاه خير يا قلبي ويجزاك خير يا قلبي وخليكم البعض يا رب يا قلبي يا حبيبي وهذا الباب أنا أسميه ليس باب المغادرة بل باب الدخول للنجاح أكيد أكيد نعم صح ولا لا صح يا عمر صح دخول الى النجاح الله يوفقك وتحقق امنيتك وتفتح الكافي اللي باسمك واسم امك يا رب الله يوفقك ويفتح عليك الله يوفقك يا نفسك ابشر يلا ابشر حسن الله يوفقك يلا ودعتكم الله يا رجال امان الله I'm done.